روح وريحان، ألحان وأشجان في هذا العزف وهذا الأداء الساحر الذي يمزج بين عبقرية الصوت وعبقرية العزف واللحن، في دهشة فنية متدفقة بالإحساس وبالغة الحجم والتأثير. الفنان علي بن علي الآنسي، فنان الحب والبن، فنان الشعب والثورة، الذي غنى للأرض والإنسان، وغنى للكفاح والحرية في هذا البلد المعذب والجريح، وغنى للنجوم والليل والأشفان التي تبات ساهرة بفعل الحب أو بفعل الحرية. ما لأجفاني جفت طيب الوسن، ما لقلبي بات خافق ما سكن. يسكن الليل ولا تسكن الأشجان، يسكن الشجر والحجر في هجعة الليل، إلا تلك الأشفان والقلوب التي عبر عنها الفنان بهذا الإحساس الرفيع المحمول على كبرياء الشجن اليمني الشبيه بكبرياء الطيور اليمنية التي تسكن أعالي الجبال. في 17 من أبريل الحزين من العام 1981 لفظ الآنسي أنفاسه وتوقفت ريشة العود لتمسي يتيمة وحيدة بعد موته، بينما ذهبت أصابعه إلى أعماق الأرض التي غناها وكافح في سبيل مجد إنسانها كفنان وثائر. كان علي الآنسي قدوة فنية ملتزما بقضايا الشعب، وهو الفنان الذي ساند الثورة في مراحل مفصلية وحساسة من تاريخ هذا البلد، وخصوصا أيام الحصار وفي اللحظات التي كانت الجمهورية تتعرض لحملات تشويه واسعة كان يعيد صياغتها فنيا. أكثر من 100 أغنية للفنان الآنسي، أقل ما يمكن وصفها بالأغاني الخالدة التي تنوعت بين العاطفية والوطنية، إلا أن أغنية الحب والبن التي شكل من خلالها ثنائية مع الشاعر مطهر الإرياني كانت من أهم الأعمال الفنية في تاريخ الأغنية اليمنية. يلا اهدينا يا شباب. 36 عاما مضت غاب فيها جسدا ولم يغب صوته الذي غنى لليمن، للهوية والحرية، للثورة والشعب. غنى للمستقبل من خلال رائعته نحن الشباب التي جسد فيها روح اليمن المستقبلي من خلال العابرين إليه. لبيك يا يمن الحضارة والخلود، لبيك يا رمز البدولة والصمود. بحسب متابعين، رحل الآنسي تاركا لليمن صوته وعزفه وألحانه البديعة والتي شملت العديد من المناسبات الوطنية، من الأعراس إلى الأعياد، من بني اليمن إلى بنت اليمن، وهو الذي ارتبط صوته في أماس العيد ليصبح العيد الفني لليمنيين الذي يتجدد كل عام. سلم على برع الفنان الآنسي في تقديم الفولكلور الشعبي بشكل عام وفولكلور المناطق الوسطى بشكل خاص، وجدد العديد من الإيقاعات وأدخل الموسيقى، وأبدع في غناء اللون الحميني وخصوصا تلك التي كتب كلماتها مطهر الإرياني وعلي بن علي صبرا. أماني أنا عزيز